وبعد زيارة مركز الاستطباب الجهوي بقشوشت أدلى والي الشيري بالتصريح التالي: قمنا بزيارة ميدانية لمركز استطباب أقجوجت وتفقدنا أحوال الأطباء وأحوال المرضى واجتمعنا مع الطاقم الطبي وإدارة المستشفى وإدارة الجهوية للصحة. ناقشنا عدة أمور من بينها كيفية حماية المستشفى أو اتخاذ إجراءات استباقية قبل الخريف، لأن المركز دائما يتعرض للسيول والفيضانات في حالة وجود الأمطار. ناقشنا هذه المواضيع، ربما نتخذ بعض الإجراءات استباقية حتى نتجنب معاناة المواطنين في حالة وجود فيضانات أو سيول في الولاية.